مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المرأة المسلمة وأيضا برحب بمشاهدينا على صفحة المرأة المسلمة والبث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك أولا أحب أن أنا أقدم تعازية وأسفي الشديد للي حصل في نيوزيلند الحادثة اللي قتل فيها 94 أو 49 نفس في جامع في نيوزيلند الحقيقه انه الحادث ده حادث شرير ويعبر عن يعني شر ما حدش يقدر يقول عليه الا انه شر فظيع يعني اعتقد انه يمكن معظمنا ما, ما نمناش الليل من امبارح واحنا بن... بنتابع الاحداث وبنصلي من اجل الناس و... آ... يعني عايزين نصلي معاكم ونقول لكم انه الله يريد الحياة للناس مش الموت الله يريد أن يعطينا كل فرصة في الحياة علشان نعرفه فالعمل ده مش ممكن يكون سمع صوت الله بيقول له عمل حاجة زي كده نحن ندين هذا الحدث كما ندين الأحداث اللي بتحصل ضد المسيحيين في العالم ندينها ضد أي طائفة في العالم وخصوصا لما يكونوا أهلنا المسلمين كمان أيضا بنقدم تعزية من قناة الحياة في تعزية خاصة من فريق قناة الحياة كله بنقول لكم إحنا ندين هذا الحدث وبنصلي من أجلكم خلينا نرفع صلاة مع بعض ربنا بشكرك وأصلي أنه أنت صالح رب ل... للناس المجروحين والناس المتألمين اليوم يا رب هم النهاردة يمكن في وسط الام الناس اللي فقدوا اباء وابناء واهالي واطفال محدش عارف يا رب اعداد الناس اللي راحت دي اشكالهم ايه وقصصهم ايه وحياتهم ايه لكن انت يا رب عارف الانسان خالق كل واحد فيهم ومحب لكل واحد فيهم يا رب وكنت طالب حياه كل واحد فيهم للخلاص ولمعرفتك فانا بصلي من اجل انك ترفع الالم وتشفي اهاليهم وتشفي قلوبهم يا رب وانه في اسم يسوع المسيح احنا بنصلي انه ما يكونش في ردود افعال ابدا لهذا الموضوع وانه كل من فعل الشر ايضا يدان ويبكت من من روحك انت يا رب وانه نطلب التوبه للجميع امامك يا سيد نشكرك يا سيد انه انت الوحيد الصالح انك تشفي الام بمثل هذا المقدار امين الخبر اللي حابه اقوله لكم النهارده انه احنا بيوصلنا اسئله من الناس المشاهدين انه يعني بيسالونا عن كيفيه مشاهده قناه الحياه حابه اطمنكم انه قناه الحياه موجوده ولكن احنا كمان ايضا زدنا لكم عده وسائل اخرى تقدروا انكم تشاهدوا بيها القناه يعني اتوسعنا عشان نسهل عليكم الامور القناه موجوده على النايل سات في شمال افريقيا والشرق الاوسط والخليج وكذلك اوروبا وبعدين تقدروا كمان تشوفوا القناه على الاجهزه التاليه الماجيك بوكس حاجه تانية اسمها راكو او بيقولوا عليها السلينج ابل تي في يوتيوب طربوش تي في ريل بلاي تي في وزاب تي في وكل الاجهزه اللي بتحتوي على قنوات عربيه في كل انحاء العالم خلينا النهارده نرجع لموضوع الحلقه وعنوان حلقه النهارده هو الجنه تحت اقدام الرجال في الحلقة دي احنا عايزين نستكمل الطرح في فكرة الجنة الإسلامية ودور اله الاسلام فيها ايه شكل الجنه والحياه اللي فيها بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء خليني اولا اوضح شيء مهم جدا في الحلقه اللي فاتت اتكلمت كتير عن استخدام اله الاسلام للاغراءات الشكليه والحسيه ويمكن استخدمت الالفاظ دي يعني في طول الحلقه لكن حابه ان انا ادي معنى ادق شويه وهو انه اله الاسلام دائما يستخدم أمور غرائزية فمحمد وإله الإسلام دائما يستخدموا حاجات تغري الإنسان تثير غرائزه كل الإغراءات غرائزية أكل شرب جنس جنس متواصل وكل ما يحيط بها، زي ما يقول لك مثلا قوة جسدية خارقة أو جمال فتان لا يقارن أو ما إلى ما لا نهاية كل ده مرتبط بالغريزة في الوقت نفسه يعني انتزع من الإنسان شيء مهم جدا وهي كل أشكال التعبد الصلاة الصوم العبادات اللي احنا يعني بنعرفها وضعها كلها في قالب واحد مع التبرز والتبول وكل ده قال لك كل ده مش هيبقى موجود مش هتصلي ولا هتصوم ولا هتتبول ولا هتتبرز ولا هتعرق كل ده حطه في اطار واحد وقال لك ده مش هيبقى موجود في الجنه مع انه لما يعني اتربينا على انه المفروض ان الله بيقول وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون سواء ما هيعبدوه في الارض بس وبعدين في الجنه هيروحوا ياكلوا ويشربوا ويبقوا الات للاستهلاك فقط بالطبع ده لانه اله الاسلام المتكلم في القران ومن خلال محمد ليس هو الله الخالق اللي ما يعرفش طبيعه الانسان الكتاب بيقول عنه انه عدو الخير الكذاب وابو كل كذاب وعايزه اقف هنا واقول لكم حاجه قلتها يمكن كتير بس افكركم بيها في بعض التشابهات واستخدام بعض الالفاظ وبعض الامور اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس عن شكل حياتنا ازاي هتكون مع الله بعد الانتقال فمثلا لما يقول لك ما لا عين رات ولا اذن سمعت دي حاجه دي مكتوب تاخد من ايه في الكتاب المقدس هقراها لكم دلوقتي لكن واخد منها جزء وبقيه الايه مش مكملها كان كانه الله لا يمكن يعلن لنا ولا يورينا ولا كده هو خد خد الحته دي من ال من الايه وخدها حطها علشان ايه يوصف بيها اه يعني اه العجب اللي هيشوفوه لكن الايه في الكتاب المقدس على فكره ما علاقه بده خالص انا هقول لكم الايه بتتكلم على ايه بعد شويه فدايما الكذاب ياخد لمحه من الحقيقه ويبني عليها شويه كلام فاضي فتوه الانسان ويصدق الكذبة ويبعد عن الله فلما يقول لك مثلا انه انه احنا هيتشال من علينا عبء الصلاه والتعبد على فكره الكتاب المقدس بيتكلم عن الصلاه والتعبد والاتصال بالله ومحبه الله والعشره مع الله بشكل مختلف خالص مليء الكتاب المقدس بايات بتتكلم على الشوق الى حضور الله الشوق الى الجلوس مع الله عشق انك تسجد أمام الله وتبقى في علاقة شخصية معه المزامير مليانة كما تشتاق نفسي كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله في علاقة فيها شوق ومحبة لأنك تبقى في بيقولوا عليه إيه اتصال دائم مع الله كمان <تكلم> لانه هذا ال الاله المزيف بيتكلم عن عن خلق الكون خلق الجنه خلق النار خلق الانسان لكن لانه هو مش خالق الكون ولا خالق الانسان زي ما قلت لكم ما يعرفوش مش عارف ليه الله خلق الانسان هو بس غيران من الانسان لانه شبه شبه الله ولانه الله يحب الانسان وهو عدو كل ما يعني يتصل بالله مش عارف ليه ربنا خلق الانسان وكل ما حوله ومش عارف ليه إيه الانسان بيحتاج إيه. خليني اقول لكم آه يعني مثل من الامثله اللي بتقول انه هذا آه الاله المزيف لا يعرف قلب الله الحقيقي وعايز يتوهنا بيتكلم كده في حديث من الاحاديث عن آه خلق الجنه والنار خليني آه اقرا لكم الحديث زي ما هو بيقول كده حدثنا آه موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله قال لما خلق الله الجنه قال لجبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي ربي وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها. ف هنا اقول لكم اعمل ايه؟ راح جبريل راح بص على الجنه قال الله دي حلوه قوي ده كل اللي هيسمع عليها لازم يعني يدخلها. فراح بقى ايه؟ اله الاله اللي بيتكلم معاه ده عمل حاجه ضد ده فقال لك ايه ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي ربي وعزتك لقد خشيت ان لا يدخلها احد فقال اقول لكم لحد هنا ده معناه ايه هو راح قال له بص يا جبريل انا خلقت الجنه روح بص عليها فجبريل راح لقاها حلوه قوي فراح راجع قال له يا ده كل اللي هيسمع عنها هيبقى عايز يدخلها او هيدخلها فراح هذا الاله حط مكاره حواليها شرور معاصي وفي الشرح بيقول كده انه وضع بقى معاصي لهؤلاء الناس فعلشان تدخل لازم تعدي خلال هذه المعاصي بقى وتنجح امتحان زي ما تقول يعني زي زي ما انت عايز تسميه لكن راح بعد كده بقى جبريل يبص عليها قال له لا ده انت صعبت الامر اوي ده كده محدش هيدخلها خالص، اوكي؟ وبعدين انه الله لما خلق النار قال لجبريل يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي ربي وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي ربي وعزتك لقد خشيت الا يبقى احد الا دخلها ليه بقى؟ لانه راح قال له بص على النار قال له دي مرعبه جدا ده محدش ممكن يقرب منها ده الناس هتترعب you know? مش هيقدروا يدخلوها ف راح هذا الاله عمل ايه حط بقى حواليها الملذات والشهوات صدقوني في التفسير لما تقروا هتبهروا انه الشيوخ لما بتيجي تفسر حط فيها شهوه النساء وكذا وكذا كل الشهوات والحاجات اللي هو بيغري الناس بيها في الجنه لما هيروحوها حطتها حواليها كل المعاصي حطتها حواليها والشذوذ وكل ده كل المعاصي دي حطيتها هناك فالناس بقى ايه هتمر بهذه المعاصي ف لانها تتمتع بيها فالنار هتتملي اولا انه هذا الاله بيصعب الامر على الاثنين وبيحط الانسان اللي المفروض انه يعني بيقول انه عايز الانسان ده يوصل لعشره معاه او لحياه مقدسه وطاهره بيصعب عليه الامر دي من ناحيه الناحيه الثانيه بقى المبهره جدا بالنسبه لي انه الله لم يخلق الجنه والنار لهذه الاهداف ابدا اولا النار خلقت الكتاب المقدس بيقول كده انها معموله لابليس واعوانه مش للبشر دي الملائكة الساقطين وإبليس أما الإنسان فالله من الأصل خصص له الجنة اللي كانت في الأرض دي علشان يعيش فيها لكن بعد كده هنروح السماء دي حاجة تانية مختلفة تختلف تماما عن جنة الإسلام خلينا أخد فاصل قصير ونعود ونستكمل معكم <applause> مرة تانية خلينا بقى نروح ل التصور الإسلامي للجنة حط لكم فيديو بسيط كده هيعبر لنا عن التصور الإسلامي للجنة بشكل سريع خلينا نشوف الفيديو القادم ونعلق عليه تفضل ما أحلى تلك الجلسات يجلس الصالحون مع بعضهم البعض واقبل بعضهم على بعض يتساءلون يجلسون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين تذكرون لما كنا في الدنيا خائفين تذكرون لما كنا نحج ونصوم ونصلي ونقوم الليل ونبكي من خشيه الله الان رحمنا الله جل وعلا اي طعام تشتهيه اذا رايت طيرا وهناك طيور تطير في الجنه اشتهيت طيرا يطير في الجنه تشتهي لحمه ينزل لك مباشره يطبخ لك ويشوى كما تشتهيه ثم يقرب اليك من قبل غلمان مخلدون خدم يقربون اليك الطعام وفاكهه مما يتخيرون اختر اي فاكهه تنزل اليك من الشجره مباشره انت ما تصعد هي تنزل اليك وانت على الاريكه جالس وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يأتي الرجل إلى قصره فيرى زوجاته ينتظرنه من الحور العين تعرف الحورية لو طلعت إلى الأرض تسوي تضيء ما بين السماء والأرض خمارها قطعة القماش على رأسها خير من الدنيا وما فيها تلبس الحورية سبعين حلة سبعين ثوب تلبسه كل ثوب أجمل من الثاني يرى مخ سوقها عظم ساقها يرى من وراء اللحم ومن وراء الحلل ترى مخ أي عظم ساقها يا الله ما أنعمها ما أجملها يعانقها المؤمن في الجنة أربعين عاما لا يتركها من جمالها ومن يعني الحب الذي بينه وبينها وهو يعانقها اذ يبرق نور فينظر يقول ما هذا النور اهو ملك؟ اهو ملك من الملائكه؟ فتنظر اليه فاذا هي حوريه اجمل من الاولى اجمل من الاولى بكثير تقول انا من المزيد فيذهب اليها فياتي نور يظنه رب العزه جل وعلا من عظم هذا النور فيقول ما هذا؟ فاذا هي زوجته في الدنيا اجمل من الحور العين كلهن هي سيده على الحور العين يتمتع بقصره يتمتع بخيامه يمشي تحت ظلال الاشجار سمعت بظل شجره في الجنه اولا الجنه كل اشجارها ذهب غصونها ذهب تخيلت في الجنه شجره تحتها ظل تقول لي ظل بدون شمس نعم لان النور كما قلنا ياتي من العرش هذه الشجره تحتها ظل يمشي الراكب الراكب يمشي تحت ظل الشجرة على فرس مئة سنة مئة سنة ما يقطع ظل هذه الشجرة تخيل أنك تحت ظلها ما أحلى الجو وما أجمل المنظر وما أجمل هذه الجنان والأفنان أنت جالس في جنة عرضها السماوات شايفين التركيز بقى على الجمال والامور الحسيه والجنه اللي فيها بقى الستات والعناق ال40 سنه و... بس في وسط كل ال... هذه الاوصاف اشياء الحقيقه صادمه جدا مثلا لما يقول لك انه لما تيجي يجي له نور كده يقول لك ايه ده ده نور ربنا زي ما يقول لك يا نور النبي يعني انا مش فاهمه يبقى يتلخبط بين نور النور اللي جايه بيه مراته اللي من الارض آآ آآ كانه يفتكر نور الله ده لانه اللي بيتكلم ده مش هيبقى عارف يعني ايه الله اساسا ما يعرفش يعني ايه النور الحقيقي او يعني الخلط بين انك تبقى عايش مع الله فعارفه ها و وانك تبقى اي حاجه تلخبطك في الدنيا تقول ده ده نور النبي وده نور ربنا والامور الـ الـ يعني اللي بيتكلم عنها في تفاصيل مش عارفه شجره ضلها تمشي عليه وانت راكب فرس 100 سنه 100 سنه طب وانا عايزه اتمشى 100 سنه وطب يعني وكل ده وهو لسه عمال يشرح مثلا في كل التفاصيل دي انه الجماع هيحصل مش عارف ايه يقول لك سنه جماع وتيجي تقول له وتفكروا يعني طب وبعدين الباقيين هتعمل فيهم ايه؟ ايه كل الحاجات اللي ما نهايه اللي مش راكبه على بعضها دي وملاش اي دعوه بالاستمتاع بحضور الله. على فكره الكتاب المقدس بيقول انه احنا هنكون لينا اجساد حقيقية أجساد سماوية ربنا هيدينا أجساد نعيش بيها في الأبدية ونعيش معاه بيها في الأبدية لكن أيضا الكتاب بيتكلم على أننا هنكون مع الله مع المسيح هو معانا مش بس مسكين مش عارف مش عمالين نسبح فقط ولكن احنا عم احنا بنسبح في علاقه مع الله هيبقى عندنا علاقه مع بعض هنعرف بعض هنشوف بعض هيبقى لينا عمل نعمله ما هياش حياة راكدة كده كلها في الأمور الحسية والأكل والشرب والجنس كل الكلام ده مالوش علاقة بالحياة الحقيقية اللي هتبقى في الملكوت في الأبدية مع الله بس الأهم اللي نفسي أنكم تشوفوه أنه في في الملكوت وإحنا مع المسيح هيكون هو في وسطنا هيكون لينا يعني اتصال بيه دائم دائم مش فجأة كده نروح نزوره ونرجع أو مثلا يجي لنا صوت كده من فوق لا مفيش مش هيبقى في بيننا انفصال بينا وبين الله هيكون في وسطنا الكتاب بيقول كده إنه هيكون في وسطنا هو بنفسه فيعني الصورة مختلفة تماماً طيب الفيديو ده احنا النهارده سمينا لكم الحلقه الجنه تحت اقدام الرجال عارفين طبعا المقوله بتاعه الجنه تحت اقدام الامهات كانها تحت اقدام النساء يعني واحنا قلنا لكم قبل كده ان ده لا حديث ولا اي حاجه وملوش يعني اي مكان من الصحه لكن الحقيقه انه كلما اجتهد الشيوخ ان هم يجدوا مكان للمراه في الجنه او حياه للمراه في الجنه هتلاقوا ان هم بيتكلموا اكتر واكتر على انها كماليات لما يحتاجه الرجل في الجنه. هي وعد من وعود الله في الجنه. هي هي الـ الـ يعني اساس كل المتعه في الجنه للراجل مش ليها. فكل ما يحاولوا يشرحوا كل ما يعقوا اكتر وكل ما يلخبطوا اكتر لانه هي ملهاش الحقيقه مكان في الجنه الا انها تكون عندها يعني عامل مساعد على امتاع الراجل اكتر سواء كانت الزوجه الارضيه او من حور العين فطبعا ده ملوش علاقه ابدا بما اعده الله ليكي انت كامراه في الحياه معاه في الابديه بيقول كده الكتاب في السماء انه او المسيح قال كده انه انا ذاهب لاعد لكم مكان وبيقول انه في بيت ابي منازل كثيره مش للراجل لوحده لا المنازل دي مقامات مكان اماكن حنعيش فيها مع الله راجل وست المسيح ما فرقش ابدا بين الراجل والست في هذا الامر ابدا ولا قال الست هتعيش كذا والراجل هيعيش كذا you know? مفيش ما فيش الكلام ده خالص تعالوا نشوف بعض التفاصيل التانية اللي بيضعها ال ال الشيوخ يعني عندما يحاولوا يعني إطفاء صورة يحسنوا بيها صوره حياة المرأة في في الجنة هيكون شكلها ايه؟ طبعا من أهم الشيوخ دول العريفي. فشوفوا الحديث اللي بين العريفي وبين الشباب دول اللي بيحاول يوضح لهم في يعني المرأة ليها إمكانيات مختلفة عن الراجل والراجل ليه احتياجات مختلفة عن المرأة علشان كده يعني مفيش تفسير قوي للأمر، بس شوفوا كده هو وضح مكانة المرأة هتبقى ازاي في الجنة. اتفضلوا. لماذا الله سبحانه وتعالى يذكر كذا وكذا للرجال ولم يذكر كذا للنساء؟ نقول كذلك في الدنيا اباح الله تعالى للمراه اشياء لم يبحها للرجل، يعني مثلا المراه اباح الله تعالى لها في الدنيا ان تتحلى بالذهب. اليس كذلك؟ تلبس في اذنها وفي في غيرها من 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 جسدها، لو جاء رجل وقال يا اخي كما ان المراه يا اخي تتحلى بالذهب انا اريد ايضا أن البس سواره ذهب وقرط قرط ذهب في اذني والبس يعني قلاده ذهب لذلك المرأة جبلت على النعومة والدلع والرخاوة في جسمها وكذا وبالتالي هي تحب ان تتحلى، فلو جئت إلى رجل ولبست قلادة ولبست أساور ولبست أقراط في أذنيه لأصبح فيه من الطبيعة كما في المرأة، فيقول الله عز وجل: أول من ينشأ في الحلية في التحلي وهو في الخصام غير مبين، إنما هي المرأة يعني كما بين الله عز وجل حالا الآن يا جماعة لو عندك ولد وبنت كلاهما سيتخرج من الجامعه نعم. طيب. طيب فاردت ان تغريهما بامر تفعله لهما عند تخرجهما طيب. فجئت عند الولد وقلت شوف يا ولدي اذا نجحت والله لا ازوجك بنت حلوة وشعرها حلو وعيونها حلوة وشكلها جميل ألا تلاحظ الولد يتحمس أكيد. ويعني يقبل منك هذا العرض صح. لكن لو التفت على البنت وقلت وأنت يا بنتي إذا نجحتي لأزوجك شاب مفتول العضلات قوي وك... هل فيه. هل البنت تقبل ذلك؟ لا في حياة. ما تقبل في حياة. في حياة تقول يا بنتي إذا نجحتي سأعطيك طقم الماس بب. هذا تفرح به لكن لو قلت زوجك شاب قوي <تززر> يت... ليس هذا الذي يجذبني يا ابي اليس هذا الذي يجذبني لحيائها ولان المراه مطلوبه وليس الطالبه نعم انتم معي نعم. المراه هي التي تطلب وتخطب بينما الشاب يتطلب الجمال في غالب الاحيان قبل يعني هذا طبيعه حتى في الانسان حتى حديث الرسول أحسن الظاهر ان العريفي نسي كل الاحاديث اللي كان بيحكيها لنا عن جراءة المرأة اللي بتروح تتكلم مع الرسول وتقول له يعني جوزي حالته الجنسيه ضعيفه شويه وجراءه النساء اللي كانوا بيروحوا يحكوا كل الامور لمحمد وعيشه وكل حديث اللي بتتكلم عن النساء اللي رايحين يعني يسالوا كل الاسئله الجنسيه دي مثلا ما جبت منين حياة المراه انها ما بتسالش مثلا بتقول والستات اللي تقولك لا انا مش عايزه ده انا عايزه ده مع عندنا احاديث كانت بتتكلم عن كده يعني عرفت منين انه الستات مش عايزين يتكلموا في الموضوع ده مثلا طب اللي وهبوا نفسهم للرسول دول كانوا بيوهبوا نفسهم للرسول ليه يو الست ما بتعملش هي تطلب ولكن لا تطلب الكلام ده مش حقيقي على فكره العريفي بيتكلم من منطلق يعني بيحاول يقرب الامر من منطلق تحسين الامر ومن منطلق ايضا إيه؟ انه يعني عايز الاطار اللي هو الفكري اللي هو متعود عليه في الدول العربيه والدول الاسلاميه يعني مثلا ما بيتكلم على انه في واحد راجل يلبس عقد وسلسله ومش عارف ايه يعني كان لازم احط لكم مثلا صور الرجاله اللي بيعملوا كمال اجسام مثلا وفي منهم بيلبسوا سلاسل وبيلبسوا صلبان مثلا كبيره او او خواتم كبيره او حلقان وكده هل الحلق والسلسله هو مقياس النهارده انا بتكلم على النهارده هو مقياس ان الراجل ده راجل ولا لا او او يعني انسان قوي و الحلي لا تغير من رجوله انسان او من يعني المراه في شيء الاثنين واحد في ناس كده وفي ناس كده في في مجتمعات اسلاميه بتقولك لا احنا ما نلبسش كده زي مثلا مجتمعاتكم بتلبس جلاليب طويله المجتمعات اللي في بلاد تانية بتلبس بنطلونات يعني كلها امور بيحاول ان هو يعني يفسر لهم في الاخر عايز يقول لهم ايه انتوا يعني هي دي الصوره اللي المفروض انه الستات الحياء بتاعهم يوصلهم لانه يعني احنا مش هنكشف لكم عن اللي انتم هتاخدوه في الجنه انا محضر لكم حاجه يعني بس مش هقدر اقولها لكم دلوقتي عشان ما تتكسفوش طبعا ده بيحافظ على مشاعر الستات ولا بيحافظ على مشاعر ازواج الستات دول او ابهات الستات دول او يعني المجتمعات الاسلاميه بتفكر ازاي في الست بس الاهم في الاخر انه قال انه الولد طبيعته انك تغريه بالغريزه وبالشكل البنت الحلوه والكلام ده كله وده اعتراف على فكره من العريفي انه الاسلام اهب مخهم على كده على فكره ده مش الحقيقه في المجتمعات الغربيه مش الشكل بس هو اللي بيغري الراجل لا ده في حاجات تانية كتير بتغري الراجل عايز ست تتكلم معاه تفكر معاه تشتغل معاه تعمل معاه يبقى بينهم وبين بعض يعني علاقة إنسانية فكرية ثقافية لكن الكلام ده مش موجود في المجتمعات الإسلامية هو خصص للمرأة هذا الإطار من الاستخدام الجسدي و محدوديتها في ده تلبس حلي وتلب... وتتزوق وت... وتستخدم جسديا فقط دي في جنة الإسلام فقط ولكنها ليست في واقع الإنسانية مش عشان كده خلقنا الله أبدا خليني أخد تليفون أوكي الأخ عيسى من لبنان أهلا بيك تفضل ألو سلام المسيح سلام سلام ونعمة ليك أهلا يا عيسى تفضل اخت اماني بالحقيقه بشكر رب من اجل هالحلقه المباركه ربي بقى. لكن عندي مداخله بسيطه تفضل بخصوص الجنه تفضل بس تخصيص ما داخل الجنه عند الاسلام يعني اليوم المراه او الرجل مكانتهم في الجنه يعني اليوم انا اذا كشخص نظرت الى الجنه لقيت بيت فيه حوالي 70 بنت وشخص واحد بقلبه يا yeah. بدي اقول هذا شو بيت شو هذا؟ بدي اقول بيت ده, ده 70 ده الرقم الصغير ما عندها 70 وصيفه و ألف و <applause> يعني الى ما لا نهايه اتفضل كمختصر كم, كم, مختصر كم. <تصفيق> <تصفيق> يعني اليوم انا الشخص المسلم ما عنده شيء اسمه صلاه فقط عنده شيء اسمه متعه جنسيه <تصفيق> <تصفيق> يعني انا اليوم بحضره الله انا اتمتع بالله اسبح مجد الله مش انا شغلتي الوحيده هي فقط الجنس يعني اليوم كشخص اي شخص الكائن اليوم عنده مغريات انه يقدر يوصل لهذا المكان لانه عنده شيء يتمتع فيه شيء محروم منه هون لا. بالحياه العاديه <applause> اليوم الرجل يوصف المراه في الجنه قبل ما يشوفها المسلم يتمتع فيها اليوم بخيال للاسف هو رايح على غير محل نعم اليوم السؤال الاهم اليوم كشخص كأنثى مسلمة اذا فاتت على الجامع بغير نقاب او غير شرب على راسه او غير منديل او حجاب مثل ما يعتبروه او لبسه تنورة التنوره قصيره اليوم اكيد يتم ذبحها يتم ذبحها كيف اليوم بيسمح بالجنه بالمتعه والكلام والوصف الغير غير لائق ما في نقدر نحكي نحن اليوم كمسيحيين نعطي فكره واضحه انه الله عز جلاله وبهاء نتمتع بحضور البهين نسبح مع الملائكة قدوس 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 وليس دحما دحمن دحمن, دحمن. أنا أحبب أوضح النقطة لأنه في ناس كتير مخشوشين بهذا الموضوع yes. ونشكر الرب الحلقة والرب يباركك شكرا يا عيسى وربنا يباركك تعليقك ممتاز فعلا أنه يعني من من وصف يوحنا شاف ازاي الملائكه حوالين عرش الله الاختيار كلمه التسبيح انه قدوس 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 ان هؤلاء الملائكه كل صنعتهم ان هم بيسبحوا الله وبيقولوا عليه قدوس كنت بفكر النهارده ليه يا رب القداسه بالذات لان القداسه هي اللي بتفصل الله عن الكل وهي اللي الله عايزنا نوصل نوصل لها ولكن هذا الاله في نفس الصوره لو حطيت اله الاسلام في الجنه بيعمل ايه مش هتلاقي هذه الصوره المقدسه ابدا هتلاقي تصرفاته افكاره ما سمح به ما ما اعد المفروض هتشوفوا دلوقتي صور من حتى طريقه حديثه مع الناس هتلاقوا انها ما فيهاش قداسه ابدا ولا فيها محبه لهؤلاء الناس هو بص انك تقول الفاظ وتقول مثلا اذا حباني عبدي عملت كذا مثلا او انه انا مثلا بقدم لكم رحمه اللفظ موجود ولكن الفعل غير موجود في في جنه الاسلام ف المفروض انه الانسان بعد الانتقال وفي ملكوت الله هنتخلص من كل الشوائب مش هيبقى فيه لا حزن ولا خطية ولا أفكار شريرة ولا شهوات شريرة لأن المسيح جه علشان يرفع عنا كل ده ويعيد تصحيح الأمر ويعيد تشكيل الأرض يرجعها تاني زي ما كانت أرض جديدة زي ما هو كان عايزها من الأول وحياه جديده زي ما كان زي ما هو خصصها من الاول زي ما خلقها من الاول لهدفه الاساسي ان يكون لينا عشره معاه وتكون لينا حياه ابديه معاه فالمسيح جه علشان يصلح كل ده ويرجعنا للمكان الصحيح معاه اما في جنه الاسلام فتلاقي انه الخطيه الغيره الفكر الشرير النجاسه لسه موجوده اسمعوا كده في الفيديو اللي جاي ده عن شوف بيتكلم عن حديث اغاني حور العين على فكره الشيخ ده كمان كان بيحاول جاهدا انه يوري ازاي مكانه المراه افضل كتير في الجنه لانها تكون الرئيسه بتاعت حور العين فشوف حديث حور العين ورد عيش عليهم وشوف كده انت او انت لو النهارده بتسمعي الحديث ده من جوزك وهو بيقول لك انا هيبقى لي 70 حريه وهيكونوا بيعملوا كذا وبيعملوا كذا هتحسي بايه هتحسي بالظلم هتحسي بالقهر هتحسي بال يعني بصراحه في شعور بالقذاره الواحد يشعر بيه كده لما بيسمع كل هذه التفاصيل المؤلمه بالنسبه لقلب المراه خلينا نشوف الفيديو اللي جاي تجد ان زوجه المؤمن الدنيويه اللي عايشه في الدنيا معاه يوم القيامه لما المؤمن يخش الجنه وربنا يكرمه بالحور العين هتبقى معاه زوجته الدنيويه تبقى هي بمثابه الزعيمه اللي هتكون على الحور العين لانها هتبقى اجمل من الحور العين اضعاف اضعاف ما لا يخطر على قلب بشر. في الحديث العجيب الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غناء الحور العين حينما يغنين نحن أزواج نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا نحن المقيمات فلا نضعن ابدا نحن الخيرات الحسان نحن الخالدات فلا يمتن ابدا الى غير ذلك قالت امنا عائشه فاذا قالت الحور العين كذلك ردت عليهن نساء اهل الدنيا من المؤمنات ونحن المصليات وما صليتن. ونحن المتوضئات وما توضأتن ونحن المتصدقات وما تصدقتن ونحن الصائمات وما صمتن فقالت امنا عائشه فغلبنهن شايفين عائشه يعني المفروض ان إنها, انها مرات بقى محمد المفضله المفروض انها تكون يعني تطهرت من الغيره والكلام ده كله لكن كانت حياتها كلها مبنيه على الغيره لان كان كل اللي بيعمله الراجل ده في حياته انه يعني يعاشر يضاجع يقاسم يتكلم على الاتي من نعيم الجنه حتى في الجنه هتلاقي بقى الناس الـ الستات ال هيقسموها فيه فشايفين تعبيرها بانه انت احنا المصليات وانتوا ما صليتوش احنا المتصدقات وانتوا احنا المتوضئات وانتوا ما توضتوش كل ده يعني تعبها الارضي اللي هي بتقول عليه لكن ما هو كل ده ملوش قيمه فوق في السماء المفروض بقى على حسب الاحاديث الاخرى اللي بتتكلم اللي ما فيش صلاه ولا وضوء ولا فالتانيين مش محتاجين الكلام ده قبل؟ مش كده لكن الفكره هنا ان الغيره ما زالت موجوده وانه الحقد اللي بينهم ده هيبقى ما موجود هل من الممكن انه يكون في صلاح في مكان في غيره هل من الممكن انه يكون في قداسه في مكان في تناحر وخناقه على واحد راجل طبعا ده يعني خيال رجالي بحت كل الرجاله بيفكروا ان هم اما الستات تتخانق عليهم دي حاجه كويسه وغالبا يعني ما ستات بتتخانق على الرجالة بالشكل اللي, المد... اللي الرجاله بيتخيلوه ده. اتفضل مين معايا؟ سلام المسيح معاك اهلا الاخ بن عنيا من الجزائر. نعم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل انت اه... اوكي انت انا يقول لك من يطيع الله من يطيع الله والرسول فقد فاز فوز عظيم اوكي من يطيع الله الله عز وجل فوز عظيم. من أطاع الله فقد فاز فوزا عظيما أوكي الفوز العظيم بقى في الجنة الفوز العظيم ده لا. في الجنة فتبقى فتبقى. كي إنت عندك دوشة وراك أنا مش سامعة

<applause> اوكي. طيب أنا أنا مبسوطة إنك متابع ودي تاني مرة تتصل فإحنا لسه في نفس موضوع الجنة. أنا عايزاك تفكر كده، أنت بتقول إنه من أطع الله ربنا إداله فوز عظيم. لكن أنا عايز أسألك سؤال تسأل نفسك فيه يا أخويا وأنت بتسمعني <applause> النهاردة. استنى اسمعني بس أكمل الكلام لأن أنا مش فاهمة معظم كلامك سامحني. يعني هل الفوز العظيم ده في نظرك هو أنه هتاكل وتشرب وتضاجع نساء وتاخد كل الحاجات اللي أنت اتحرمت منها من الأرض وكل الحاجات اللي اتحرمت عليك هناك هتبقى محللة هناك هو ده الفوز العظيم أم أنه الفوز العظيم أنك تكون في حضرة الله لك حياة مع الله okay. والنقطه الثانيه اللي عايزك تفكر فيها معلش سامحني النقطه الثانيه اللي عايزك تفكر فيها انه طاعتك لله تعتمد على قدراتك الانسانيه فقط والقدرات الانسانيه محدوده كلنا خطا وكلنا في الموازين الى فوق زي ما بيقول الكتاب المقدس يعني الانسان انت بين النفس والنفس بتعمل خطيه مين هيشيل عنك الهم ده كله اوكي okay ما فيش غير المسيح فقط نعم ان الله عظيم اوكي طب انا انا اسفه انا مش عارفه اسمع ف يعني الافضل ان احنا بنتكلم يمكن خارج الهواء خدوا نمرته وابقى بعد البرنامج اوكي طيب أه خليني أروح لفكرة ثانية أولا يعني الحوار اللي بين الحور العين وبعد حكاية محمد وعيشة ده دل على قلب المرأة وفكرها لكن أيضا في عندنا حديث تاني مثلا اللي بيتكلم على, على أن حور العين قاعدين مترقبين لما الست تزعل جوزها يلعنوها يقول لا لها ربنا يخلص منك ده جوزي ازاي بتعملي فيه كده مع انه يعني يعني لو لو فكرنا كده يا يعني ده الست اذا زعلته الملائكه تلعنها حور العين تلعنها وكان هذه الكائنات قاعدين مثلا ليهم سلطان ان هم يكونوا شايفين في الارض ايه اللي بيحصل ومراقبين وايضا يصدروا اللعنات ضد المراه يعني الصوره صورة خناقة بين شوية ستات زي ما كانت حياة محمد كده كان ستاته بيتخانقوا عليه. علشان خاطر لأي لأي سبب من الأسباب. فهو خد الصورة دي بقى ونقلها لكم في الجنة. كله كلام خرافات. الجنة مش هيكون فيها أو الحياة مع الله، السماء مش هيكون فيها الكلام ده أبداً، هيكون فيها طهارة، نقاء، صفاء، تسامح، محبة، سلام. كل ده خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده نشوف كده اولا خليني قبل ما ناخد الفيديو ده ارجع افكركم على قناه الحياه والترددات بتاعتها وازاي تقدروا تشاهدوا قناه الحياه فاحنا حاطين لكم دلوقتي انكم تقدروا تشاهدوا على قناه الحياه على الأجهزة التالية الماجيك بوكس السلينج الراكو أبل تي في يوتيوب تربوش تي في ريل بلاي تي في وزاب تي في وأيضا مشاهدينا في الشرق الأوسط تقدروا تشوفوا عبر النايل سات في شمال أفريقيا الشرق الأوسط الخليج وأوروبا طيب خلينا ننتقل للفيديو اللي جاي ده الفيديو ده بيورينا ازاي انه الله اللي بيتكلم في الجنة فكره وشخصه مختلف تماما عن فكر الله الحقيقي خلينا نشوف كده الفيديو اللي جاي بيقول لك ازاي الله بيؤهب الناس علشان يفوزوا او لا يفوزوا يدخلوا الجنه ولا ما يدخلوش الجنه ازاي بيؤهبهم في الحياه نشوف أريد أن أقول إن المسلم والمؤمن الحقيقي يجب أن يدرك أمرا هاما. وإن الله سبحانه وتعالى أن الله ينغص عليه معيشته في الدنيا. رحمة من الله به ينغصها عليه بالابتلاءات، بالمرض، بتضييق الرزق، بإساءة الناس إليه، بخوض الناس في عرضه، إلى 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 هذا التنغيص صورة من صور رحمة الله يريد رب العباد عز وجل ألا تركن إلى شيء ولا تركن إلى الدنيا بل يريد أن يزعجك إليها آه فهذا الابتلاء من باب تقويم حياة المؤمن بحيث أنه ينزعج عن كل شيء في الدنيا فلا يعني فيفر إلى الله, إلى الله. ففراره إلى الله عز وجل كي لا, كي لا يركن إلى أحد سوى الله صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا عكس الموضوع ليه؟ ليه؟ الابتلاء لما انا مؤمن وياتي الابتلاء اقول الله الحمد لله انا كده مؤمن لو ما ابتلاش لو مرت علي يعني كان زمان كان زمان يقول 40 يوم الان اقول من لم تمر عليه ثلاثه او اربع ايام دون ابتلاء يراجع حساباته مع الله سبحان الله ايوه قضيه ابتلاء المؤمن هذا قول فصل وما هو في قشف الجبن الملوك المسكين اللي كان حد يعيره في الدنيا اهتمام رب اشعث اغبر ذو طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره ده ملك في الدنيا في الاخره. وملكا كبيرا سوف ناتي الى الايات وملك يعني مش مش ملك تمليك ملك ملوك. سبحان الله هو ملك. ملك ملك الجنه. لا 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 ملكه الله لانه ملك الله في قلبه في الدنيا. وملك الاسلام في قلوب الناس عملا وقدوه وسلوكا وصبرا واستمرارا وصبر. هكذا نقطة مهمة جدا انه بيقول لك انه الله يغيظك يفضل يغيظك ويبتليك علشان تروح له يعني كل ما يغيظك فانت تلجا له اكثر يعني كل ما يضغط عليك فانت تلجا له اكثر على فكره الله في الكتاب المقدس ما بيعملش كده في الناس ابدا بالعكس التجارب من الشرير الشرير هو اللي بيتعب الناس ويبتلي الناس وي... يعني يحاول يوقع الناس في الخطايا كل الكلام ده كل الكلام ده من عمل الشيطان الله ما بي... هي الفكره انه الاسلام بيصور العلاقه بين هذا الاله اذا كانت تسمى علاقه والبشر انها زي لعبه القطه والفار كده يعني في لعبه بتحصل اضغط عليك هنا فتعمل كده فاضغط عليك هنا فتعمل كده لكن الحقيقه ان الله في الكتاب المقدس بيقول كده انه انا ما جئت لتكون لكم حياه ويكون لكم افضل الله عايز لينا الافضل مش عايز ان احنا آآ آآ يعني تكون لينا حياه بس على في, في السماء فقط لا على الارض كمان بفكر كده في ايوب يعني ايوب في اما تقرا سفر ايوب تشوف انه يعني ايوب كان عنده ابتلاءات كثيره جدا كان في تجارب مريره جدا ولكن حتى في البدايه في حديث الله مع الشيطان لما اما الشيطان بيقول له ربنا انا يعني انا عايز بما معناه انا عايز اجربه لانه شوف لو لو ما عندوش كل ده مش هيحبك مش هيكون مطيع ليك مش كده ف بالعكس ربنا ما قالوش طب جربوا كده ووريني لا ده ربنا قاله بما معناه انه لا مش هتقدر لانه قلبه بيحبني. حتى في سماحه بالتجربه كان عارف انه قلب ايوب بيحبه وكان معين ليه. فالله لا يسبب الام الناس. لكن الشيطان هو اللي بيسبب الشياطين هم اللي بيسببوا الام الناس ويعني كل اللي بنمر بيه على الارض. خليني اخد مكالمه. معانا الاخ جرجس اهلا بيك يا جرجس اتفضل. سلام يا اخت اماني ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا ازيك يا اخ جرجس؟ اهلا بيكي. انا عايز اقول بس يعني نصف سريع كده. اولا انا بديل مع حضرتك العمل الارهابي اللي حصل مشكورة. في نيوزيلندا وده مش عمل المسيح ابدا طبعا المسيح لو لو دول مسيحيين يبقوا مسيحيين بالاسم وعمرهم ما عرفوا المسيح المسيح عمره ما طلب مننا ان احنا نفجر ولا نعمل طبعا يعني يعني و -و 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 -و. والدليل كده لما كان ماشي وبعدين السامري السامره ما قبلتوش تميز بيقولوا له هتنزل قال لهم انا جاي لاخلص نعم لا. دي فاحنا اما الاخرين والاخوه المسلمين يستندوا الى ايات في القران والى حديث وعلى اساسها بيفجروا وبيقتلوا ايوه وزي وبرضه مستنيين برضه المكافاه اللي هي حور العين أيوة. دي طبعا دي بالنسبه الحاجه الثانيه ان الجنه اللي موجوده دي جنه موصوفه للبدو أيوة. جنات تجري من تحتها الانهار <applause> طبعا هم محرومين من المرأة يركب حصان مش عارف 100 سنه يقعد تحت ظل طبعا في هناك يقعد تحت فكل دي واحد بدوي قاعد همه ياكل ويرتكب <applause> الجن نعم ثلاثه المراه ايا كان حتى مظلومه <applause> حتى لو إيه على فرضنا حسب كلامهم ان هي هتبقى واحده من ضمن مش عارف 500 طب هو عنده 500 كل واحده منهم بيقعد مش من اقل من 100 سنه <applause> انت انت ايه؟ المراه مظلومه في الارض في الاسلام ومظلومه في السنة يعني لا شيء ليها فعشان كده بقول من خلال برنامج المراه المسلمه فوق يا اختي وعرفي اعرفي انك انت إيه الاسلام ظالمك في الدنيا وظالمك في الاخره امين الرب يفتح العيون و... Yes. و... وفي الأخيرة انت واحده من ضمن 500 ف... يعني ده يعني <applause> ده كلام موجود يعني لا وهي... هو طبعا مش موجود والنساء و... المسلمين عارفين الكلام ده النهارده يعني انا بشكر الرب انه النهارده بقى في انفتاح في في الفهم والله يفتح القلوب اكتر اشكرك يا اخي جرجس الرب يباركك شكرا طيب في فيديو مهم انا عايز اخد الفيديو ده اللي هو الفيديو اللي جاي ده بيتكلم عن ايضا شخص الله في الجنه شوفوا ازاي بقى بيتعامل مع الناس نشوف الفيديو ده سريعا اخرج مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. قال النووي في شرحه: في هذا الحديث المراد بالسوق المجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في هذه الدنيا نسأل الله أن يجمعنا في الجنة وفي سوق قال أبو هريرة رضي الله عنه وهل نرى ربنا عز وجل قال نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال فكذلك لا تمارون في رؤيه ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره الله محاضره حتى يقول يا فلان ابن فلان اتذكر يوم فعلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول بلى افلم تغفر لي فيقول بلى فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه قال فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابه من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط قال ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا الى ما اعددت لكم من الكرامه فخذوا ما شئتم قال فياتون سوقا قد حفت به الملائكه فيه ما لم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الاذان ولم يخطر على القلوب فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى اهل الجنه بعضهم بعضا. في الجنه الناس هيروحوا سوق الجمعه. يو you know? زي كده ما يكونوا ك... زي ما كانوا عايشين في قريش كده يروحوا عشان ما هم ما عندهمش حته يتقابلوا فيها الا في السوق. فيروحوا السوق. المشكلة الكبيرة عشان نفضلش غير بعض الدقائق البسيطة المشكلة الكبيرة في الحديث ده إنها بتصور هذا الإله كما هو بيذل الناس يقول لهم يقول لك لم يبقى أحد منهم إلا يحاضره الله فبيحاضره يقول له إيه مثلا إزايك إزاي صحتك يعني ما أعرفش يعني ما أعرفش بيحاضره يقول له إيه لا ده يقول له فاكر لما عملت كذا وانت في الدنيا فالإنسان يقول له طب يا رب وانت مش غفرت لي يقول له اه ما بس عشان افكرك يعني انه ده انت بس هنا آه برحمتي عارفين الـ الـ آه اما حد يديلك حاجه ويقول لك مثلا اوعى تفتكر ان انت يعني بقيت حاجه ده انا اللي عاملك ده انا اللي عملتك يا ابني ده مش اله المعطي اللي بيدي النعمه المجانيه اللي جه من السماء علشان خاطر يديلك خلاص مجاني اللي جه علشان يصلح غلطاتنا احنا اخطانا احنا المنا واحزاننا وخطايانا حملها هو ها ومات عننا حتى يعطينا فداء ويقولك كده مجانا انا بديك فداء مجاني هيقعد يعايرك في السماء لا ده مش اله ده الشيطان نفسه لأنه الكتاب بيقول انه الرب قال كده كبعد المشرق عن المغرب ابعدت عنكم خطاياكم، خطاياكم لا اعود اذكرها يعني مش هفتكرها، لما اجي اقول له انا هنا يا رب سامحني اني عملت ده يقول لي خطيتك لا اعود اذكرها، ده معناها انها اتمحت وان اسمي كتب في سفر الحياه لانه بدمه اللي فداني اللي انا قابلته اللي بيطهرني وينقيني ويغيرني كل يوم ها اسمي كتب في سفر الحياه فالله مش هيجي يقول لك شفت بقى يا عم انا خلصتك انا اللي عملت كده لا دي دي المبالغات بتاعت العرب في الكلام ولكنها ايضا تظهر ان المتكلم ليس هو الله الحقيقي أنا بصلي إن الله النهاردة يفتح عيونكم لأنه في مكان ليك وليكي في السماء الله عايز يكون ليه علاقة بيكي عايز أقرأ لكم حاجة من الكتاب المقدس كده في سفر الرؤية بيقول كده يوحنا بيتكلم هنا بيقول وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو يسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم الها لهم وسيمسح الله كل دمعه من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لان الامور الاولى قد مضت وقال الجالس على العرش ها انا اصنع كل شيء جديدا وقال لي اكتب كل هذه الاقوال هي صادقه وامينه ثم قال لي قد تم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا كل هذه العطايا لكم مجانا في اسم يسوع اللي يسمع النهاردة وعايز يعرف أكتر اكتب لي اتصلي بي اكتبوا لنا حتى تعرفوا ما أعدوا الله لأحبائه في ملكوت السماوات أصلي أن تكون أنت وأنت منهم اليوم في اسم يسوع الى اللقاء